السلام عليكم ومرحبا بكم، جيسبر كو زالي بيان. اليوم انا راح نعطيكم نصيحه بالنسبه للناس اللي يحبوا يديروا دوموند ريغولاريزاسيون تيتر اكسيبسيونيل. طبعا البعض من المحافظات هنا في فرنسا، انتم كي تشوفوا فرنسا هذه كيف راهي تمشي تقولوا ماناش في بلاد وحده. في بعض الاحيان نضلوا نهضروا على الجزائر، نقولوا بلي ماهوش نفس القانون الذي يتم تطبيقه، نقولوا ماشي نورمال، ولكن حتى في فرنسا راهي كارثه مش غير بلادنا. دونك يعني على لوكازيون ما كان له نضلوا نهضروا نفتحوا في فمنا على بلادنا، وهي من في فرنسا سي لا ميم شوز، سي لا ميم شوز. مثلا نعطيكم امثله، مثلا كاين دي بريفيكتور باه يعطيك رونديفو تاع لو ديبو دو لا دوموند دو ريغولاريزاسيون تيتر اكسيبسيونيل، يفو فير ولا يفو فير لا دوموند سور انترنت، كيما ليون باريزومبل سور انترنت، بار انترنت دخل في لو سيت تاعهم تحكم رونديفو اوفيسيالمون. كاين دي بريفيكتور لي لازم تبعث لهم باركوري بور افوار ان رونديفو. كاين دي بريفيكتور بور دوموندي لا ريغولاريزاسيون ما تسحقش تحكم رونديفو، توجد الدوسي تخدم بون دوسي، دير ما قال شباب، دير جميع الوثائق الادله، تبعث باركوري بار بوست. وكاين لازم تنوض الصباح ا 6 دي ماتان ولا ا 4 دي ماتان، دير لاشين حتى الصباح، ويمدوا دي رونديفو 10 لي رونديفو بار جور. يعني اذا كان كنت بارمي العشرة الاولين راك رايح تدي رونديفو، اذا كنت ماشي بارمي العشرة الاولين ماكش رايح تدي رونديفو. دونك شاك بريفيكتور وعندها طريقه لاستقبال طلبات تيتر اكسيبسيونيل كما يقولوا طلبات في اطار القانون اللي داروه اللي صدر انذاك، يعني الاصل تاعو صدر في 1912 سيركيلير دو فالس. بعض الجزائريين، بعض التوانسه، بعض المغاربه يستضفوا مشكل، وخاصة لي بريفيكتور اللي يمدوا الرونديفو بار انترنت، وكما يقولوا وما يلقاوش بار انترنت، كل ما يدخل يلقى اللوجيسيال تاعهم سوا بلوكي سوا اني با ديسبونيبل، تلقاه هو ضارب كما يقولوا في تلك لا بريفيكتور في تلك المنطقة، تلقاه ولا ربما عنده عامين ولا ثلاث سنين كاري تم، عنده دي فاكتور تم، عنده كلش تم، يعني الدوسي واجد ومليح، وعنده أدلة تواجد على تلك المنطقة، وعنده كل شيء ليعطي له الحق به يسوي الوضعية تاعه. ولكن نهار يوصل به يحكم رونديفو ما كانش، وكاين ناس اللي ضربوا عام عامين ما كانش. سي لا رياليتي، كاين ناس يعني بعد 5 سنين من التعب، بعد 5 سنين من المعاناة، بعد 5 سنوات وهو يطلع يهبط مسوفري بور افوار ان رونديفو يديبوزي ما كاش رونديفو. دونك المشكل ماشي برك في لي بابي، ماشي برك في لا كارت ريزيدونس، حتى في لي رونديفو. الرونديفو هذا ولا حاجة كبيرة. دونك واش يدير؟ تلقاه مسكين يسمع باللي كاين نوتر بريفيكتور تحكم لي دوسي بار بوست، يقول لك استنى نرحل، نروح نعاود نكري ازيرو، يعاود يرحل من بريفيكتور لبريفيكتور ويبدل دار وعاود يكري من جديد جوست باه يقدر يطلب ولا باه يبعث بار بوست لو دوسي. ولكن في القانون الفرنسي يقول لك لازم تثبت اقامه في مكان محدد لمده 6 اشهر فما فوق. دوك انت سنيت مده 5 سنوات وانت تستنى، دوك بقى باسكو ما كانش رونديفو تروح تبدل بلاصه، ولازم عليك تستنى 6 شهور وزيد بزياده. اللي عنده لو باي دو لوكاسيون تاع عامين خير من اللي عنده 6 شهور، اللي عنده لي فاكتور دي الكتريسيتي ودو غاز وتاع الماء تاع عامين خير من اللي عنده دي فاكتور تاع 6 شهور. يعني هذا اشكال، كاين بعض الناس يطيحوا في هذا الخطا، وان شاء الله ان شاء الله ما تزيدوش تطيحوا في الخطا هذا بعد ما نقدم لكم هذه المعلومه، اللي هو انه يبدل بلاصه، يبدل لوكاسيون، تجيه برك لا بريمير فاكتور دي الكتريسيتي يروح يدفع دوسي، هو كي تدفع دوسي قل من 6 شهور او راح يعطيوك لو كيت. ايماجين ضارب 5 سنين باه قدرت تجيب جميع الادله، نهار لحقت لا سورس باه تشرب، تروح تبدل دار، تبدل بلاصة، ما تصبرش تسمى دي كان بدلت لازم تزيد 6 شهور. انا نقول اوليو تزيد 6 شهور باه تبدل رونديفو، جو بريفير تتعافر في 6 شهور هذوك بالك، ولا ربما تقدر تجيب رونديفو في لا ميم بريفيكتور، باسكو في لا بريفيكتور هذيك عندك دوسي مليح، عندك أدلة ملاح، عندك يعني الأقدمية، عندك الاستقرار في الوثائق والأدلة تاعك، تروح تبدل لا بريفيكتور معناتها راك ماكش مستقر، راك ثبت لهم، راك عطيت لهم حجة تاع الاستقرار. نهار دير دوسي في نوتر بريفيكتور وأنت ما عندكش أكثر من شهرين وأنت ساكن تما، راك عطيت لهم أكبر دليل باللي ماكش مستقر، وهذا الشيء هذا راح يعرضك إلى لوكيت. إيماجين يديروك لوكيت، كي يديروك لوكيت ماشي خسرت 6 شهور
ولا خسرت كما يقولوا وقت عام ولا عامين ما تجيش رونديفو، راك راح تخسر عام ما عندكش لو دووا تزيد ديبوزي دوسي وتزيد تعافر عام ويصرا ويشرا، ولا ربما منا حتى هذاك العام لا بريفيكتور وين طلبت فيها، ولا ربما تكون بدلت لو سيستم هي ثاني تقول لك الفو دوموندي ان رونديفو بار انترنت وتروح للانترنت وما تلقاش وتولي حاصل في حصله كبيره. دونك دو بريفيرونس اللي عنده اقدميه حتى واذا كان لا بريفيكتور مزيره، حتى اذا كان لا بريفيكتور ما تمدش لي رونديفو راهي صعيبه، انا رايح نقدم لكم ولا ربما في العدد القادم ان شاء الله طريقه وين تقدروا طلبوا كما يقولوا موعد، حتى واذا كان سون با ديسپونيبل تقدروا تلقاو حجه باه تطلبوا موعد. في الفيديو القادم ان شاء الله كي يكون عندي الوقت ندير لكم فيديو ونوضح لكم كيفاه تقدروا تطلبوا بشي هذا. نقول لكم خوتي نصيحه، ما تبدلوش بزاف اماكن الاقامه، ما تبدلوش بزاف اماكن العمل، ما تبدلوش بزاف الوثائق، لان في المطالبه ولا عند المطالبه بتسويه الوثائق عن طريق العمل او عن طريق ابناء متمدرسين او عن طريق الزواج خلينا من نهضروا على العمل ولا ابناء متمدرسين، فهذا يتطلب انك تثبت استقرار، انك مستقر في مكان معين لمده كبيره 6 شهور اي بليس، وانت كي تثبت عامين خير من اللي تثبت عام، كي تثبت 3 سنين خير من اللي تثبت عامين والى غير ذلك. نفس الشيء في العمل، كي تثبت بلي راك خدام في مؤسسه لمده 2 سنين خير ما تثبت بلي راك خدام لمده 8 اشهر. ثم ايضا نزيد لكم هذه المعلومه، ما تبدلوش المؤسسات، اذا كان جبت 3 فيش باي من شركه و 3 فيش باي من شركه 3 فيش باي من شركه ولو تو 9 فيش باي، هذا يثبت انك لست مستقرا في عملك لانك راك تبدل الخدمه. دونك من المستحسن انك تكون تخدم في مؤسسة واحدة لمدة 2 3 سنوات مالغري الباترون مزير، اصبر باه تقدر تريغولاريزي لي بابي تاعك، من المستحسن. نقول لكم نتمنى ان هذا الفيديو افادكم واعطاكم بعض المعلومات، ونتمنى انكم استفدتوا معايا، وكما العادة نطلب منكم انكم تدعيوا لي بالخير وتدعوا ايضا لي سون بابي بالك، ولا ربما ربي يفرج لهم الابواب ويفتح عليهم الابواب. نقول خوتي تحية طيبة والى لقاء جديد ان شاء الله.